احكي لي على بنت الريف. بنت الريف هي الفلاحة، هي ام القنم، هي علهوش، تجي دجاج، ساعد الرجال لعشان خمر البيت كله يتركب على راس الزمة. هسه لا، هسه كله على الرجال. جيب عنده راتب اقبلته، ما عنده راتب ما تريده. صحيح لا لا؟ صح صحيح. اول ما يجي يخطبها وقالت ايش عنده وشنو وظيفته. احنا قبل ماكو شنو وظيفته، ولا مره تقول هذا ما اريده، يقتلونها يذبحونها. لا قالت ما اريدها، ماكو هيك. شوف الحجة مجورة جورة. حجة خالي. حزمة. شنو هذا الحزام بالضبط؟ شد حيلي. ها شد حيلي صار. إذا حد يساوي يظل يخطب أحسن تصفي من الحطب. إي خالص شي. تحزم بعبي. واللفلف في دينا. ورجينا ملفلفات. وفوق العبي ناف شفايف. تحزم. زين؟ ونحوش حطب كواير، كل وحدة تقلل وحدة كارت أكبر مني. ننقل نركب على الحطب، سوي شاع على الحطب. شكو مش شايف طباخ قبل، مش شايف قاز، مش شايف فانوس. فانوس يا فانوس ماكو خالة، بطل. اه هاي بطلية يسمونها. وخاط هيك مال قطن نفتلة ونحط لي راسه تمراية وندبب له بطل. حتى هاي الجقاير حجية، الجقاير شايفتها وانتو؟ جقاير لا لا فاي جوال. ايه دخنت قبل الحجية؟ لا حجية لا تستحين من عندهم. دخنت قبل؟ لا 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 ما مدخن. زين حجية خلا اسأل السؤال، بس خلا اسوي الكاميرا لها. نسوان قبل شي اختلف عن نسوان هسه؟ ذيك هسه كنت تسولفين. اقول لك مرة، المرة مال قبل ماكو مثلي تطبق اثنين من ذني وتمرس المرس. ها؟ غير قبل؟ عندي حياة خالتي. لا لا ما علي انا بحياة خالتك. انت هسه اي خليها خليها. إيه. عندي حياة خالتي كانت تحصد هنا ويا البغادة زارعين. تقول نحصد ارد عليه الوحدة الوحدة. امرتن. اذب وحدة فوق وحدة تشدش. وين؟ نسوان قبل وين؟ نسوان هسه وين؟ شنو الفرق حجية؟ هسه ما بيهن مايعات. شي ما يشتغلن. يا كرك ما يشيله. اي فرق، هذا الفرق. زين قبل انا هسه انا من جديتي تقول انا قبل المره تجيب بالحصاد. اي هسه بس تصير بشهر الواحد راحت نامت على ظهرها. يا واحد الشمس ونار تاخذ. الشم نوبه تروح للدكتور لما تجيب. رحمه لهلك. حياه جديتي يحصدون وهي تشدس وراهم. وهي حامل؟ هي كل ساعة تقعد ورا كذي. وجدي يصيح عليها، أبوك لابو الخلفك ويشتم عليها. قال هي خطية في دجي. وما تقول لهم تستحي. حواصيل هواي. قال رحت عليها وحدة من النسوان لقيتها جايبة لابة الوليد. اسمع. صاحت عليها يا سرحاء يا ذياب، هو جد اسمه ذياب. قالت ايه؟ لي يا ذياب جاك سرحاء. ما شاء الله. إي على خمس بنات. جابت وليد عنده خمس بنات. اي اي سرحان دياب قبل مو مثل هسه. زين زلم هسه حجيه؟ زلم قبل؟ اي زلم هسه قبل احسن. شلون بالله احكي لنا شوي. باع باع احكي لنا فد موقف على قبل. يحوف بالليل يروح. تعرف شنو يحوف؟ بوق. اي يقول نزلنا على بيت الدنبوقة. يقول لقيناه شاع النار وحط الجاجيم على كتوفه وقعد قبال الغنم. حش قدركم عنده كلاب ياكله. يقول كلاب حصرنا وين نروح بعد؟ ما قدرنا نكحم على الغنم. قلت الربع انتم ظلوا هارف بيهن وانا راح افطر له منه. يقول افطرت له ويا البيوت ويا البيوت وجيته من ورا. هو ينطر هاي ها 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 صيعة كلاب حوف. ايه يقول ما هجسني غير دنقت عليه ونزلت الدجاجي بيده شماغ ابوي. شايف شماغ قبل؟ ايه. يقول ويا ما قال هيج. قال انا اخو علي اخو ناض. يقول امطلب شماغ هنا واوقع لي ورا. كل ما ينوم ارقع بشماغ واوقع لي ورا. حطيت الدجاجي على شاتو شرقت.
ما حصلنا يقول ما خلانا نبوقك لا ما ياكله. زين حجي انا سامع قصه بكنعان اكو واحد دا يبوق ودا يبوق شكر وضايقه طالع ملح. قال انا تمالحت وياهم هاي في البيت وطالع. معروفه صح صحيح غير قبل؟ احكي لي هالقصه. انا ما سمعانك. انا سامعها. انا سمعانه ابويا رايح على بيت واحد رايح يشتري دهن وما بايعينه. وجي على ابوي قال له رحت اشتري منهم دهن وما باعوني. قال له وهسه المطلوب؟ قال له اريد نبوق الظروف قبل يحطونا بظروف الدهن. ظرف ظرف مال جلد. ترسلنا دهن حط لنا باوي سوى الماء وما طين. وبالليل سطه هو وابوي علي. وكل واحد شال له ظرف على كتفه وطلعوا قبل. يقول بالدرب شايلين ونحب حلوك انت دهن لا دبس؟ قال له لا انا دبس. قال له انا دهن. يقول لما وصلت لقيت اهلهم قاعدين يمنع بالبيت. جاي ابوي لاقيهم قاعدين. قال لي وين كنت؟ قال لهم كنت احوف. وين تحوف؟ قال لهم انا قلت لكم ما نحوف يمكن بقتكم. بس حاصرين امي تحط لنا دبس ودهن قبل ما يجيبون. قالت لهم ما عندي. عاد من طين له هذاك اللي يدور دهن منهن الظرفه شالهن على التوأم. ونبى راح يحوف. يقول طبانا من الزاقور يكسرون القرفه قبل القرفه بس يقولوا له هيك بالمزرفه وشلعوا من الحجاره فطرات. يقول لقينا العجوز قاعده. العجوز من شافتنا ما تقدر تحكي خرسته. قامت تسوي ناموا ما عشوني ناموا ما عشوني. يقول قلت له ولك دوري لها خبز حط بحلكه دوروني ولن هاي انجانه جيب الخبز وتحسب حلكه. قام تسوي يابس ما يتقرور يابس ما يتقرور. قال اطلعها قول مد صبعه طلع الخبزه عند النقع واخذوه عند النقع واخذوه. تالي يقول ما خلت نبوك خلينا ومشينا. جي تحكي لي منك مرض بالحجي وراها شلون بديت؟ شلون كملت انت؟ يعني اشتغلت وحدي؟ اي نفس الشيء. شلون؟ مرض الحجي اي وذاك مرض وراها مرض شريد منك؟ ما هو ثاني هو نفس الشيء نفس الشيء ثاني انا لاشقي وانا اطش ما فرقت هالموقف. لا ابد ماكو مرض. اي هذا كله زرعته هذا اسعى ابو سلمان كله لميته على راسي. هذا الزرع اللي وراك كله لميته بالعبر. هذا الزرع وحيدي الله يوفقك. والله ابو وليد لا تعبان صحه وعافيه ان شاء الله. الله يسلمك عيونك. قالوا ثاني قالوا عجيه احمد ابوك والديت انت حافظه الشعر؟ لا تقولي لي ما حافظه. فتقوله من عندك شعر احمد ابوك امي وابوي. اي فتقال راح من امك. احكي لي عنها. التمر منين جاي يصير؟ مو من القاع؟ الشعير حنطه مثلا خضار جاي نزرع نطش سمسم ونبيع منين؟ من القاع مو من القاع؟ من القاع اي. جاي ثمره القاع. زين. زرع يا ابوي زرعونه. مكلف حلو المعاني يشكي لنا متونه. هو زرع مو وبامو هضم متعب تعب تعب. زين التعب هذا ما يريد له نتيجه ما يريد له ناس قدره. اي نعم يريد يريد. اكو احد يهتم به يعطيكم مثلا كدوله مثلا؟ زين وسالت تشتي المراه تهتم بزوجها وتعينه وتعاونه مهما ما يكون حتى لا زنقين حتى لا عنده راتب لازم هي تعينه مو تهينه تعينه. جاي يجيبون الراتب يوم ما صرفته قالت له ماكو ماكو. ام وليد اكو مقوله قبل هاي بزمان قبل يقول منهن من تضب ضبه تهطار ومنهن منهن من تلف لفه تهطار ومنهن من تجيب الفقر لو طار. شنو هاي معناها؟ معناها اللي يجيب لها الراتب تصرفه. ايه هاي يجيب لها الفقر. تجيب قولي المقولة وترجميها. اي شو تقول هي شو تقول؟ شو تقول؟ تقول بيهن الضبه ضبط الهطار. ضبط الهطار. ومنهن تجيب الفقر لو طار. اي علميني بالهطار شنو؟ الهطار
قبل يحطونه للبيت. اي غرفة. اي يحط خشبات. نعم استاذ. اي ونسوي طارات مال السعف، سعفه منا وسعفه منا ونشتين منا ومنا هيك بهدب، ونحطين هيك على الخشب. هذا من الاطارات يقولون يضبن البيت، يضبن الخشبات هيك سقف بهن. هاي الضب الاحطار، وبيهن تجيب الفقر لو طار بيهن ما يهمها، شكو بالبيت هذا هو تصرفه. وبيه لا والله حتى لا خبزة وماي، البنت خبزة تاكل تحمد الله تشكره. الله يسلمك عيوني. الله يسلمك. الله يخليك. مروان بعد ايش عندك؟ بلكي سوي لنا شعر شي. ها؟ انت وتمشين فد شعر شي. ام وليد طبعا مشاهدي قنواتنا يخصونك بالسلام، فامانه اوصل لك السلام. الله يسلمهم. بارك الله بيك، شو تقولي لهم؟ انا اقول الله يسلمهم ويحفظهم ان شاء الله. بارك الله بيك. ويشفيهم شر الناس. يعزك. الله يسلمك. هذا من طيبك يا ام وليد. الله يسلمك. حفظك. انت مثال للعراقيه الاصيله المكافحه اللي بهالعمر ما شاء الله. شوفوا بناتنا خواتنا امهاتنا، شوفوا ام وليد الغاليه. هاي العراقيه الاصيله المكافحه اللي تكافح بهذا، شوف بعملها بشغلها بزرعها شتاء صيف. الشتوي هم تشتغلين؟ ها عافيه مزرعة. صحه وعافيه ان شاء الله الك ولابو وليد. الله يسلمك. يعزك. ممنونين جدا. يعزك يا عمري. الله يخليك.